في شهر رمضان الكريم يعد الصيام مدرسة لتربية الأمة على عبادة الدعاء، فالصائم دعوته لا ترد، ويسن في الوتر الدعاء، والدعاء عند ختم القرآن والاعتكاف والخلوة مع الله للتفرغ للعبادة والدعاء، فيشعر المسلم بحاجته إلى خالقه وبلذة عبادة الدعاء ونعمة الشعور بالرضا والطمأنينة المصاحبة لها. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، ونعم علينا به، والله يحفظكم ويحفظ ذلك.